كنتواجدوا اليوم بالشابيتو اللي تهيئ اللي من اجل الاحتفال بالشهر اكتوبر، شهر اكتوبر الروز، وهذا يعني بالضبط سرطان الثدي. فالسرطان هو واحد المرض مزمن خطير اللي كيمكن المضاعفات ديالو تكون جد خطيره، ولكن الكشف المبكر والعلاج المبكر يمكن نتفاداو بهم جهول هذه الاخطار. فمن اجل هذا الجمعيه محاربه السرطان بجهه بني ملال خنيفره تحت الرعايه ديال السيد والي جهه بني ملال خنيفره نظمت هذا اللقاء اللي الهدف ديالو وهو التحسيس والتوعيه، وكذلك يعني بعدك تثقيف النساء من اجل الفحص المبكر للثدي ديالهم، من اجل يعني الملاحظه واش هناك بعض العلامات اللي كتكون يعني المثيره للانتباه. ففي هذه الحاله هذه النساء تيمشيو عند الطبيب المعالج ديالهم، وبالتالي تيمكن يكون الكشف المبكر، وتيمكن كذلك الاستعانه ببعض الوسائل المختبريه بالاشعه الى غير هذا الى تيقن بان هناك سرطان، فكتدخل في الحلقه ديال العلاج، وبالتالي المضاعفات كتحد والنتيجه كتكون جد ايجابيه. فهذا هو الغايه ديال هذا اكتوبر الروز، هو يعني التحسيس ديال النساء، التوعيه ديالهم، التعليم ديالهم كيفيه يعني ذاك الفحص ديال الثدي ديالهم. بالاضافه لهذا غادي يكونوا كذلك غادي يقوموا هنا واحد المجموعه ديال الممرضات، الممرضين، الاطباء، الطيبات، الاختصاصيين اللي غادي يسهروا على الفحص ديال هاد النساء، الفحص السريري، كذلك الفحص بالاشعه ذاك ذات الصدى المرتفع، وكذلك غادي يكون الفحص بالراديو الماموغرافي اللي كيمكن تبين لنا واش هناك سرطان او لا، وبالتالي اللي غادي يتم ذاك اليقين منه عبر الاخذ واحد العينه جزئيه من الثدي المصاب، وديك الحاله السيده غتدخل في حلقه ديال العلاج. اذا اكتوبر الروز فهو بادرة من البوادر الحسنة اللي غادي ممكننا إلا نشجعوها، واللي مثل هاد المبادرات غيمكننا يعني نشوفوا بأن هاد نسبة سرطان الثدي كتنخفض عندنا في المغرب، وهذا هو الهدف ديالنا. أنا جد سعيدة بالحضور ديالي معكم في هاد ليفين في هاد الحدث. كنصح جميع النساء المغربيات باش يجيو. الافتتاح غادي يتم من يوم 5 أكتوبر حتى 23 أكتوبر. هذا الحدث هو أكتوبر الوردي اللي كيقوموا به النساء بالكشف عن سرطان الثدي. يعني ماشي الانسان ما كانوش زعما كيبانوا فيه لسان ولا شي حاجه ما غاديش يجي، كاين اللي ما كيبانوش ومن بعد فاش كيجي كنديروا ليه الفحص وكنلقاو عنده سرطان الثدي. كنقوموا بتقديم مساعده للنساء، يعني الفحص كنفحصوهم في ليصال، من بعد كيدوزوا ليكوغرافي الا كانت شي حاجه راهم كيدوزوا كنديروا لهم الماموغرافي، ما كانت حتى حاجه دونك كيمشي وصافي ما كتبقاش. احنا حاليا في استقبال جميع النساء اللي تقريبا الاعمار ديالهم كتراوح ما بين 40 فما فوق. يعني حاليا احنا باقيين كنستقبلوا اللي بغى يجي مرحبا به، هذه مبادره عالميه، مرحبا بكم جميعا.